بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال، واولى فقرات اليوم المفتوح معاكم هنا عبد الفتاح. احنا على ابواب الانتخابات لمجلس الشورى او مجلس الشيوخ. طبعا الشباب لهم دور مهم جدا في التوعيه والتثقيف باهميه الانتخابات وباهميه المجلس والتفرقه او التوعيه بالتفرقه ما بينه ما بين مجلس الشيوخ زي ما بنسميه او مجلس الشورى ومجلس النواب او مجلس الشعب. معانا ضيفنا النهارده هو شاب ليه مبادرات كتير جدا وليه مجال واسع في العمل السياسي والمجتمعي، استاذ عبد الرحمن اهلا وسهلا. اسماعيل العتيق، امين عام شباب السياسه والمجتمع المدني وامين شباب بحزب مستقبل وطن. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك وسهلا استاذ عبد حضرتك، الرحمن، اهلا وسهلا حضرتك، نورتنا النهارده. والله ده نورك. تسلم. زي ما قلت ان احنا على ابواب انتخابات مجلس الشورى او مجلس الشيوخ، وكلنا طبعا والساده المشاهدين عايزين يعرفوا الفرق ما بينه وما بين مجلس الشعب او مجلس النواب. فبما ان ليك مجال واسع في العمل السياسي والعمل المجتمعي وامين شباب حزب مستقبل وطن، فعايزه اعرف الفرق ما بين المجلسين. احنا بس عايزين نقصر الموضوع شويه ونعرف ايه هي السلطه التشريعيه. احنا عندنا السلطات بتنقسم الى 3 سلطات: السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه. فاحنا عايزين نتكلم بدايه عن السلطه التشريعيه واقسامها او ايه اختصاصاتها اصلا. اختصاصات السلطه التشريعيه هي سن ومراقبه القوانين التي يتم سنها في خلال المجلس، يعني في خلال انعقاد دوره المجلس. ده بالنسبه لايه؟ للمجلس. طيب احنا عندنا انظمه من انظمه السلطه التشريعيه، في نظام اسمه نظام المجلس الواحد وفي نظام اسمه نظام المجلسين. نظام المجلس الواحد ده اللي هو احنا اللي هو مجلس النواب في ذاته، اللي هو احنا كان قبل 2000 و 2000 و في 2015 انتخابات 2015 كان السلطه التنفيذيه تتمثل في مجلس واحد وهو مجلس النواب. بعد كده وما قبل ذلك كان موجود حاجه اسمها مجلس الشيوخ من 1980، ده تم اقرار هو غرفة. احنا ليه عندنا في مصر يعني كان من الاول في موجود مجلس الشورى ومجلس الشيوخ، لكن بالفعل تم يعني انتهائه او وقفه وبعد كده رجعناه تاني. على اي اساس وقفناه وعلى اي اساس رجعناه؟ احنا كان البدايه عندنا كانت بدايه في 1971 ان هو تم عمل نظام المجلسين اللي هو مجلس الشيوخ او مجلس الشورى ومجلس الشعب. بالفعل احنا كان عندنا لحد وتم اقراره او اكتماله بالشكل الصحيح 1980 لحد 2013 حل المجلس، وبعدها 2014 الدستور الجديد اللي نص على وجود المجلس الواحد. دور مجلس الشيوخ او الشورى بيعمل ايه؟ يعني احنا عارفين ان مجلس الشعب هو دايما النائب بيبقى نائب الشعب، هو بيتكلم بلسان المواطن. جميل. او بلسان الشعب، بيطرح مشاكلهم، بيطرح معاناتهم مع المسؤولين سواء كان في الصحه او في الاسكان او غيره. اما مجلس الشورى زي ما احنا عارفين برضو ان هو استشاري فقط. طيب دوره ايه انا كمواطن عادي؟ ايه اللي هستفاده؟ هقول لحضرتك الاستفاده على المواطن العادي، يعني انا كمواطن الاستفاده بتاعتي كمواطن مش 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 مباشره. يعني انا مجلس النواب بيلمس اللي موجود على ارض الواقع، اما انا لا، انا غير. مجلس الشيوخ غير، مختلف. يعني ايه مختلف؟ يعني انا مثلا هجيب واحد عنده اكسبيرينس او خبره كبيره جدا في الصناعه، هجيبه اخليه يكون في مجلس الشيوخ، هو ترشح في مجلس الشيوخ. لما اجي اقر قانون يخص الصناعه كمجلس شعب، باجي اعرضه على مجلس الشيوخ كمجلس استشاري. يعني ايه استشاري؟ يعني ان هو يديني الاكسبيرينس بتاعته في خلال الصناعه اللي هو كان اللي هو باخد شغال الخبره فيها، بتاعته الخبره المفروض. بتاعته. ولكن يا استاذ عبد الرحمن، في سؤال مهم جدا هنا، هل كل المرشحين باخدهم على اساس الخبره ولا باخدهم على اسس تانية؟ انا معايا اتصال بس هاخده الاول. استاذ عاطف محمد كامل، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عاطف. اهلا وسهلا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك كل طيب. كل عام ومصر كلها خير، كل عام وحضرتك والأمة بخير. الإسلامية صح. بخير ومصر جميعا وحضرتك والأمة طيب الإسلامية بخير. وبخير، اللهم امين. تسلم يا استاذ عاطف. طبعا استاذ عاطف حضرتك من المنيا، وانا عارفه ان حضرتك ليك دور كبير في السياسه وفي المجتمع المدني، وليك مبادرات وعمل خيري ما شاء الله كتير جدا، لان انا متابعه حضرتك على الفيس. ف ليك ايضا في المجال السياسي، وعلى هذا اساس انا بسال حضرتك استاذ عاطف، انت شايف مجلس الشيوخ او مجلس الشورى في المجتمع المصري هيكون ليه افاده ولا هي مجالس وخلاص؟ هو انا عايز اتكلم احد، ولكن هو الفتره دي
انا عايز اوجه رساله شباب، يا شباب ارجوكم ارجوكم شاركوا. مش عايز اقول ان مفيش دور، مش عايز اقول ان مفيش دور، لان اكيد ان شاء الله الفتره الجايه في ادوار للشباب، في كلمه عليا هتتكلم، في شباب هيفرض نفسه زي ما قال الريس كده في لقاءاته، افرض نفسك. الصوت كنا في لقاء مع سيد، معلش انا كده عايز اوضح حاجه سريعه. اتفضل. كنا في لقاء مع سيد من الشباب، يعني اول كلماته كانت افرض نفسك للشباب، يقول لك افرض نفسك. فاتمنى الدوره دي ان كانت مميزه شويه، ان في مجموعه شباب فعلا نازله يفرض نفسهم فعلا، ويكون في جديه في مجلس الشيوخ. تمام. هو مشكلة الصوت من عنده يا جماعة ولا من عندنا احنا؟ طيب مع حضرتك يا أستاذ عاطف، كمل. ألو. أيوه يا أستاذ عاطف، احنا سامعينك، اتفضل كمل حديثك. تمام. فعلشان كده أنا بقول للشباب دايما، بعرض يا شباب افرضوا نفسكم، يا شباب اعرضوا مقترحاتكم، اعرضوا الخطط بتاعتكم، اعرضوا شغلكم. تمام. فأتمنى يعني يكون لي مفروض جدي في الفترة الجاية ضرب يعني. تمام. طيب يعني حضرتك بتطلب حاجة من الشباب في الانتخابات المقبلة، يعني رسالة بتوجهها لهم؟ برضو أعيد كلام الرئيس وأعيد كلام وزير الشباب، يا شباب افرض نفسك، اعرض أفكارك مرة واثنين وعشرة، اعرض أفكارك لصالح البلد اللي يخليك في الفترة دي ابني مع الناس اللي بتبني. طب يا استاذ عاطف، حضرتك برضو شايف ان اختيار النواب في مجلس الشيوخ بيتم على اساس الخبرات وان هم اصحاب اهل يعني للخبره، ولا بيتم على اختيارات اخرى زي المصالح، او زي مثلا اللي معاه اكتر، او اللي معاه فلوس اكتر بيقدر يشتري كرسي او يدخل حاجات كتير؟ يا استاذ عاطف لا مش عايز اتكلم فيها، فانا عايزه برضو انت شايفه بيتم ازاي؟ فمعلش. للاسف الصوره واضحه جدا، اللي معاه هو اللي بيكون. طيب نعدل الصوره دي ازاي؟ هو التعديل هياخد وقت، ولكن احنا من المفروض ان يبقى في خطط عمل اقل، يعني السرعه اللي جت بيها العرض لمجلس الشيوخ، والسرعه حتى المواطن نفسه حتى الان مش عارف يعمل مجلس الشيوخ. ده حقيقي، واحنا ما لحقناش اصلا ناخد فكره عن اختصاصات مجلس الشيوخ او مجلس الشورى، وما لحقناش نشوف المرشحين هم اهل خبره فعلا علشان يترشحوا، ولا هي اختيارات بتتم على اساس المصالح. اشكرك جزيلا استاذ عاطف محمد كامل او عاطف الخياري على اتصالك، شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا النهارده في اليوم المفتوح، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه واهل المنيا جميعا بخير وطيبين وسعيد. كان ليا سؤال عند حضرتك يا استاذ عبد الرحمن، على اي اساس بيتم اختيار المرشحين؟ احنا عندنا مجلس الشيوخ متكون من 300 عضو، 100 منهم يعني تلت المجلس بيتم اختياره من قبل رئيس الجمهوريه، والتلت الثاني بيتم اختياره من خلال القوائم الحزبيه، حزبيه او غير حزبيه، قوائم بشكل عام بنظام القوائم، وتقسيم الدوائر من ناحيه القوائم لأربع دوائر، ومن ناحية الفردي ل 27 دايرة. ده طب احنا حضرتك عايزة لا الرد بتاعي بقى على موضوع ده. انت كشاب، انت انا عايزة بسألك، انت كعبد الرحمن الشاب اللي ماسك امين شباب وليك نشاط سياسي كتير زي شباب السياسة والمجتمع المدني وحضرتك امين فيها، انا بتكلم عليك كشاب، انت شايف شايف طبعا المرشحين في اهل بعض خبره المرشحين على اساسهم ان هم اهل خبره، فبيتم على اساسه اختيارهم، اختيار ولا هناك يعني حسابات اخرى؟ ما انا هقول لحضرتك دلوقتي، انا ليه قلت لحضرتك ان في 300 عضو منهم 100 بيتم اختيارهم من رئيس الجمهوريه؟ اكيد الاختيار بتاع رئيس الجمهوريه بيكون ليه معايير معينه، وعندك القوائم بيكون ليها معايير معينه، فالفرد هي فكره هي اللي ممكن يبقى فيها الاكسبيرينس، هي اللي مش بشكل قوي، لان القوائم دايما اصل احنا عندنا لازم نوعي، يعني الناس لازم تكون واعيه يعني، فاحنا لازم 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 نعرف ايه الفرق ما بين ان انا يتم الاختيار من رئيس الجمهوريه، او ان انا كحزب اقدم قائمه فيها الكوادر بتاعتي زي احمد يسر قطب في حزب مستقبل وطن واحمد وعادل. احنا حاولنا نعمل مداخله تلفونيه مع مرشح حزب مستقبل وطن المهندس احمد يسر احمد قطب، ولكن للاسف هو ما ردش علينا، وكذلك الاستاذ احمد الشراني، ولكن اعتذر لظروف عنده.
فتمام. نكمل برضو حديثنا. كان ليا برضو سؤال تاني عند حضرتك، انا كمواطن ايه اللي هستفاده من مجلس الشورى او مجلس الشيوخ؟ هو مش استفاده زي ما انا قلت لحضرتك، مش استفاده مباشره. يعني انا مجلس الشعب على الاقل مش كلهم طبعا، ولكن في بعضهم اللي بيبقى فاتح المكتبه للمواطنين، خدمة. يوم للمواطنين بيستقبل شكواهم وطلباتهم وبيوصل صوتي للمسؤولين. جميل. انا مجلس الشورى هستفاد منه بايه؟ مجلس الشورى هستفاد منه، بس مش هستفاد منه بشكل مباشر، بمعنى ان انا دلوقتي لما اصيغ قانون بشكل احترافي وفي خبره، يبقى انا كده بيعود العائد على مين؟ على الـ على الـ على المواطن في الاخر. على يعني انا دلوقتي لما يكون عندي مجلس في قامات قانونيه واقتصاديه ما هو على اساس الاستفاده ان لازم يتم الاختيار على أسس معينة، أسس معينة وشروط تنطبق على المرشحين، ولازم يكونوا أهل خبرة. مش بالفلوس يا أستاذ عبد الرحمن، ماشي. وهو هنا ما أنا لازم، هي نسبية يعني، ما فيهاش مشكلة، ما بتكلمش على الفلوس. هي فكرة الفلوس إنك أنت تقدري تعملي حملة انتخابية، مش فقط فلوس، علاقات يعني حاجات يعني حسابات تانية كتير. أنا مش بتكلم، ولكن هناك برضو أهل خبرة بيتم اختيارهم. اللي بيحسبها المستفيد مين؟ زي ما أنا قلت لحضرتك، اللي بيستفيد بس بشكل غير مباشر مين؟ مش المواطن؟ يبقى المطار هو اللي بيختار مصلحته. لا مش فيه. المواطن. ازاي؟ لا مش المواطن. ازاي؟ خلينا نتكلم بصراحه كده. ايوه. لا المواطن مين اللي منوط؟ لا اولا انا ما عنديش توعيه، وده برضو سؤال لحضرتك دلوقتي، دور الشباب في التوعيه فين؟ بالنسبه لاختصاصات مجلس الشعب او مجلس الشورى، وازاي اخلي المواطن يعرف يفرق ما بين اختصاصات مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ ودور الشباب في التوعيه، يعني هم المفروض عمود المجتمع، فلازم اعتمد عليهم اعتماد كبير، ان لازم اخليهم هم اللي يفهموا الناس اللي مش فاهمه الاختصاصات وعلى اي اسس ومعايير بيتم الاختيار. ولكن لما اجي اتكلم ان المواطن هو اللي مستفاد، انا بقول لحضرتك حتى مجلس الشعب ومجلس النواب، اللي المفروض النائب بيبقى نائب شعب، يعني نائب عني انا كمواطن بيوصل صوتي انا مجلس الشعب. ومع ذلك هتلاقي نواب كتير ما بنشوفهمش في الشارع، هم بعد ما بيدخلوا المجلس خلاص، يعني الاختيار ان انت توصل لهم ده صعب جدا. الاختيار على عاتق الشعب. الصندوق هو اللي بيحكم، والشعب اللي هو اللي بيتضرر او بيستفاد هو اللي بينزل. لو انت حضرتك بتتكلمي على موضوع ان في الصندوق هو اللي بيحكم، ولكن بجهل الشعب. ما هو حتى لو بجهل، يبقى انا عندي مشكله. انا عندي مشكله. ما مشكله مش مشكله في فين التوعيه بقى؟ التوعيه دي انت دورك كشاب في انا التوعيه. كشاب في التوعيه طالع مع حضرتك دلوقتي بقول للشباب ايه الفرق ما بين السلطه التشريعيه، ايه هي السلطه التشريعيه، وايه اختصاصات مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو بيسن القوانين. انا بحب يعني اوصف العلاقه ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب بان هو العقل والقلب. يعني مجلس الشعب هو اللي بي 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 بيمشي بعاطفه الشعب. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي حاجه معينه تؤرق طائفه معينه من الشعب. على سبيل المثال، سابقا كان موضوع ذوي الاحتياجات، وتم تنفيذ كذا مشروع ليهم، فبالتالي انا كمجلس شعب باجي بحميه ايه؟ الشخص اللي عايز يدافع عن الناس ديت وبحقوقهم بالعاطفه. اما مجلس الشيوخ، فهو بيعمل حاجه اسمها العقل، بيعمل العقل اللي هي التكنوقراطيه. التكنوقراطيه اللي هي الشيء اللي هو المجال العلمي، يعني ان انا كل واحد تخصصه. اجي اللي بتاع الصناعه قانون، هعمل قانون للصناعه، فبالتالي اجيب واحد خبير في الصناعه اخليه يعمل حاجه استشاره في مجال الصناعه. اجيب هعمل قانون عن قانون العمال، لازم اجيب شخص عنده خبره في المجال دوت ويقدر يتعامل مع الموضوع ده بشكل هو. فهي دي الفرق، هو ده الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كيفيه اجراء العمليه الانتخابيه لمجلس الشيوخ؟ زي ما انا قلت لحضرتك، هو هيتم عمل عندكم في الحزب مرشحين قوائم وفردي. قوائم وفردي، في حاجه اسمها قوائم وفي حاجه اسمها فردي. القوائم متوزعه على 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 يمكن مستوى، يمكن برضو ما هو على مستوى الجمهوريه كتير مش عارفين الفرق ما بين الاثنين. اربع دوائر، بتكون دائرتين منهم 35 مقعد، ودائره منهم ده على 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 موضوع القوائم بتكون 35 مقعد، دائرتين ودائرتين 15 مقعد كل واحد. وعندنا النظام الفردي متقسمه على عدد المحافظات، 27 محافظه، وبيتم الانتخاب بشكل بتوزيع العدد السكاني او الكثافه السكانيه في كل مكان من خلال الموضوع ده. تمام. زي ما حضرتك قلت ان الحزب مرشح 8 فردي 8 قوائم. فردي ده
ده لا ده 8 فردي ده على مستوى محافظة الجيزة، ده هو المستوى على حسب في على الجيزة. حسب كل دايرة والكثافة السكانية بتاعتها، وان هي انا زي ما قلت لحضرتك ان هي متقسمة لأربع دوائر، كل دائرة منهم ممكن بيتم توزيع عدد الأصوات او عدد المقاعد عليها بشكل على أساس انا الكثافة شايفه برضو ان السكانية. حزب مستقبل الوطن نازل يعني بناس جامده وبتقل، ويمكن بشكل كبير هو مسيطر صحيح في الشارع صحيح. الانتخابي. فانا برضو سؤال عند حضرتك، الحزب على اي اساس بيتم اختيار مرشحيه؟ على اساس الكوادر، انا عندي مثلا على سبيل المثال عندي شخص زي احمد يسر قطب على سبيل المثال، انا بجيب لك مثال يعني. المهندس احمد بحفظ الالقاب يعني، المهندس احمد يسر قطب بيعمل راجل صناعي، فهو الراجل ده هيكون في حتة الصناعة كويس. عندك استاذ عادل ناصر غرفة تجارية في الجيزة، فبالتالي هو في الحتة التجارية والاقتصادية هيكون كويس. فبالتالي احنا عندنا المعايير بتاعتنا متنوعة، عندنا عنصر الشباب وعندنا عنصر القانون، استاذ عصام هلالي عصام استاذ في هلال القانون وراجل يعني نحسبه على خير وذو علم في القانون، واحنا اساسا التشريع. فبالتالي احنا عندنا كافة الموازين عندنا احمد دياب راجل من الشباب الرياضيه والمهتم بنشاط الرياضه والثقافه. فبالتالي احنا عندنا قائمه او بعض الشخصيات اللي موجوده بالفعل ليها تاثير وليها هتكون مفيده جدا في مجلس الشيوخ بالفعل. طيب دور المرأة في الحزب وفي انتخابات مجلس الشورى ومجلس الشيوخ؟ احنا طبعا عارفين ان تم عمل كوتا للمراه، ولكن يعني خلينا نبص على ناحيه ثانيه. في حاجه اسمها الميت شخص الميت عضو اللي هيتم أنا بشوف إن المرأة يعني بيبقى عليها عامل تأثير كبير جدا في نجاح المرشح، يعني تقريبا إن صحيح أغلب اللي بيروحوا ينتخبوا بيبقوا سيدات. صحيح لبعض، لان احنا عندنا نسبة العمل قليلة في السيدات اكتر من الرجال، فبيبقى عندهم تفرغ اكتر في الموضوع ده. بس مش هي دي الفكرة، هم عندهم برضو وعي بشكل كويس من ناحية الانتخابات. انا عايز اتكلم على دور السيدات في المجتمع بشكل عام. بشكل عام دور المجتمع يعني عندنا 34% من العاملين في الهيئة الدبلوماسية من السيدات. عندنا نسبة كبيرة جدا من الوزراء، عندنا في فترة من فترات 8 وزيرات، يعني 8 وزارات واخداهم سيدات في وقت من الاوقات. انا مع حضرتك ان المرأة وخاصة في عهد الرئيس السيسي وصلت لمناصب كتيرة جدا وكبيرة جدا، وتقلدت العديد والعديد من المناصب اللي ما كانتش موجودة من قبل، ولكن انا برضو دايما بقول ان مش كل الزهرات على السطح هن يستحقن ان يكون في مناصبهم او في كراسيهم. والمعايير اللي بيتم اختيارها برضو مش معايير منضبطة 100%، وهناك الكثير من السيدات اللي بتستحق ان هي تصل لمكانة عالية ولكن لم يحالفهن الحظ بعد. فبالتالي دايما انا بشوف ان الزهرات دول بيبقوا يعني برضو حسابات تانية غير حسابات ان هم اصحاب خبرة او اهل المكانة اللي بيستحقوها او اللي هم متواجدين فيها. مش عايزين نتكلم في المعارض، اتكلمت عنها كتير قبل كده على فكرة، ولكن برضو في منهم كتير جدا يستحقن الوصول اللي هم وصلوا ليه، يعني مش هننكر ان في اهل خبرة موجودين ولكن في اكتر مش موجودين. طب احنا بس عايزين نتكلم عن ان هم كانوا موجودين في الاول ولا ما كانوش موجودين. هم كانوا كانوش موجودين؟ لا في البدايه، ما قبل يعني الفتره اللي فاتت، كان ما قبل التعديلات الدستوريه بتاعت 2019 كان في بعض الحاجات مكتوب نص في الدستور ان انا مش محدد نسبه معينه للسيدات. هو يمثل في مجلس الشيوخ او مجلس عذرا مجلس النواب يمثل للمراه نسبه معينه، وما حددش النسبه زيها زي الشباب وذوي الاعاقه. بس هو الفتره بتاعت ما بعد 2019 تم تعديل الدستور بان هم حطوا يعني بالفعل النسبه. انا بعتذر يعني لمقاطعه كلامك، ولكن دايما بشوف ان برضو الشعب المصري شعب شرقي وعنصري، لدرجه ان دايما الست لما بتيجي تترشح، خلينا نتكلم كده عادي بالبلدي، لما بتيجي تترشح على مقعد وممكن تكون اهل خبره وعندها من المقامات اللي تنجحها ان هي تصل لمجلس النواب او مجلس الشيوخ، ولكن للاسف المجتمع بينظر لها في النهايه على انها امراه وبيفضل عليها الرجل.
فانا مش عارفه ليه ده الحل يعني ده. انت برضو هتلاقي حتى السيدات اللي بينجحوا عن طريق الصندوق قليلين جدا في المجتمع المصري. عشان كده تم عمل حاجه يعني انا ما عنديش ما ينفعش انا مثلا عندي القائمه بتاعت ما انا مش هعتمد على الكوت انا عايز اعتمد على ان انا الوعي نفسه. الوعي استحق ان انا اترشح وبالصندوق انا مش هقدر مش هقدر اعترف يعني انا بكلمك كمجتمع مش هقدر اعترف بحاجه غير لما اجربها بنفسي. انا دلوقتي اديت للمراه كوتا معين الكوتا هي خدي هي فرصتك وريني انا بعد كده لما لو 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 المراه دي اللي دخلت بنسبه 25% ودخلت في القوائم مثلا على سبيل المثال القائمه اللي هي 15 واحد او اللي هي 35 واحد بسبعه او سبع اشخاص ده دلوقتي الناس دي لما تدخل المجلس وبعد ما تدخل المجلس تلاقي ان هي بالفعل الناس المجتمع يشوفوا انها شغاله بالفعل وليها واقع واسمه ده ليها فعل عمل على ارض الواقع. يعني انت عارف طبعا زي ما انت عارف انا ماسكه رئيس قسم احزاب البرلمان بجريده الديار فلما بدخل مجلس النواب بشوف سيدات موجودين يعني نواب ولهم عمل مبهر ومجتهدين جدا ولدرجة ان في أسوان في نائبة بحبها جدا بشوفها بجد ليل نهار موجودة في الشارع ليل نهار بتشتغل وبتنافس الرجال اللي موجودين ومع ذلك برضو انا بلجأ للكوت علشان اختار سيدات. ما هو انا لازم اقرأ على ارض الواقع انا كشخص لما هؤمن بحد معين او بشكل معين لازم اعرف كويس جدا هو ده لما هيخش يعمل ايه. طالما قدم لي على ارض الواقع وشفت ان المراه بالفعل بتقدم اشياء على ارض الواقع فبالتالي انا هؤمن بيها بطبيعه الامر. اما انا ما كنتش شايف منها ان هي يعني ما كنتش انا شفت سابقه ليها وبعدها اقول لا انا خلاص هي المراه لا مش كده لازم خلاص الكوتا دي هي فرصه لاثبات نفسها لو اثبتت نفسها بالفعل هتبدا هيبقى لي هو انا ليه على المراه اقول لازم تثبت لي نفسها الاول علشان اختارها. طب ما الراجل ممكن ما يكونش معروف اصلا وبعد ذلك بيتم اختياره ما برضو دي عنصريه اللي حضرتك بتتكلم فيها. بيتم اختياره انا ما بتكلمش بعنصريه انا بتكلم كواقع مجتمعي انا بتكلم باسم المجتمع مش باسم المجتمع كله محتاج توعيه انا بتكلم المجتمع ككل محتاج ما هو المجتمع ككل هو عايز يرى يغير الثقافه بتاعته. هو احنا عندنا نسبه كبيره من السيدات في مصر بس انا بتكلم عن ان انا دلوقتي عملت كوتا انا عملت لهم حاجه بالفعل اثبتوا نفسهم بعدها الفكره اللي حضرتك بتتكلمي عليها ديت ان فكره ان الست ما تقدرش تعمل او ان هي في عنصريه للست هتتشال بموجب ان هي عملت شغل على ارض الواقع وعملت الرجال بعض من الرجال ما عملهوش. يعني انا دايما شايفه ان الست لما بتتحط في مكانه بتشتغل كويس وبتدي بجد وبتبين ان هي تستحق هذه المكانه بعكس الرجل ان الرجل سواء اشتغل او ما اشتغلش فبيتم اختياره. ويمكن عندنا احسن دليل هو مجلس الشورى ومجلس النواب لما تيجي مرشحه سيده وقصادها راجل دائما ما بيتم اختيار الراجل عن السيده حتى لو السيده لها شغل مسبق زي ما حضرتك ذكرت. ولكن برضو هرجع واقول امتى او ايه الاليات اللي ممكن اغير بيها الثقافه والوعي لدى المجتمع المصري ككل عشان يغير هذه الفكره لان احنا دلوقتي حتى في الصعيد في عمده ووصلت عضو مجلس نواب ولكن الاغلبيه برضو عن طريق الكوتا مش عن طريق الصندوق. امتى احس ان انا ليا حقيقه انزل الشارع وارشح نفسي ويبقى عندي امل كبير ان انا هيتم اختياري عن طريق الصندوق؟ امتى؟ لما يبقى لي المراه عمل على ارض الواقع. ده خلاص انا لما تطلع لك القمر يعني ولا تعمل ايه؟ لا يبقى لي عمل انا خلاص خدت فرصه ان انا خدت الكوتا لما ادخل مجلس الشعب اثبت نفسي ان انا بقيت بما يعادل ال تمام. طيب لما اجي برضو اتكلم عن استعداد الحزب للانتخابات الانتخابات خلاص يوم السبت اللي جاي ان شاء الله فانتوا كشباب او كحزب عموما استعدتوا ازاي؟ لا بالناحيه الاستعداد فاحنا على اتم الاستعداد بفضل الله بقينا عندنا عدد من الشباب اللي هيبداوا ينزلوا على ارض الواقع
لإتمام العملية الانتخابية، إذا كانت مساعدة المرشحين في إن هو الناخبين في إن هم يعرفوا أماكن لجان بتاعتهم، إذا كانت وسائل النقل، إذا كانت التوعية عن إيه هي انتخابات مجلس الشيوخ وإيه هي انتخابات مجلس النواب وإيه الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وليه إحنا كان موجود عندنا مجلس النواب ومجلس النواب بس ونظام المجلس الواحد ونظام المجلسين فاحنا عندنا بالفعل على ارض الواقع بدانا نشتغل دلوقتي في تسكين الشباب في اللجان وتسكين المندوبين واختيار المندوبين على يعني ان هم يكونوا من اكثر ناس مثابره وتحمل للناس اللي جايين واللي هي الناخبين يعني. تمام استاذ عبد الرحمن، حضرتك يعني شخصيه لها مجال واسع او مجال كبير جدا في العمل السياسي والمجتمعي، وشخصيه بجد تستحق كل تقدير واحترام. يمكن حضرتك ليك دور كبير في العمل السياسي بمدينه 6 اكتوبر وبحزب مستقبل وطن، وانا كنت سعيده جدا بالحوار مع حضرتك النهارده. استاذ عبد الرحمن اسماعيل عطيق، امين عام شباب السياسه والمجتمع المدني وامين شباب بحزب مستقبل وطن، نورتنا النهارده في البرنامج، واشكرك جدا وان شاء الله نتفق في علاقات اخرى باذن الله. انتظروني بعد الفاصل راجع لكم تاني.